تونس، مش دي تونس. تونس لكن مش تونس، دولت مش توانسه. شوف معنى هو بالنسبه للاخوان عامه في دول الربيع العربي ولا الربيع العبري ولا ما تسميه ولا اي 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 كان، معناها هو انا حسب رايي هم الاخوان طلعوا فوق فوق لكن نزلوا في مصر اتشالوا دفنوا. احنا بنقول عليهم دفنوا ان شاء الله مش دفناه والحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الموضوع خلص يوم 30 30 انا كنت موجوده كمان بالطبع كنت موجوده معناها الشعب المصري ما شاء الله ما شاء الله معناها انا كنت دغري شعب عظيم زي ما كتبت النهارده الصبح شعب عظيم على التونسي دلوقتي. بالنسبه للاخوان انا بتصور انهم في النزول دلوقتي في نزول انا بشوف انهم في النزول معناها كان في ليبيا بسبب ايه؟ التجربة و معنى شو تونس مثلا جو الاخوان انا فضعوا الميزانيه البلد خربت تونس ولات مصدره للجهاد معنى ده حاجه ما تتوقعش معنى ده كله اخطاء انا مصدره أخطأ للجهاد اللي في سوريا في سوريا وغيره الدواعش كتير وغيرها وفي ليبيا وغيره وغيره والله اعلم لو هنا كمان والله اعلم معناها مصدره للتنظيمات الارهابيه تقصدي اكثر من كده للمشاركين في هذه التنظيمات المشاركين تحديدا احنا الحاجه اللي اتعس من كده واللي اكثر بالنسبه لي انا كست احنا ديننا شرفنا نعم انه وصلت لحد انه الجهاز السري ولا الغنوشي ولا النهضه يبعثوا بنات توانسه لجهاد الفساد مش عايز اسميه اسم تاني في سوريا وغيرها دي احنا مسلمين احنا التوانسه مسلمين مش متأسلمين احنا مسلمين انهم يبعتوا بناتكم ازاي يروحوا يقعدوا أيوة. عشان كذا ايوه معناها دي حاجه مش طبيعي حاجه طبيعيه انا اتكلمت مع كتير من اخواني يعني حاجه طبيعيه هم بيقولوا طبيعيه ده طبيعي ده جهاد بيقولوا ايه؟ ده جهاد بيقولوا ده جهاد معنى انه وصلنا معنى ليه انا بتكلم انا كتونسيه تونسيه برجيبيه كتونسيه اول حاجه نعم تاني حاجه كست تونسيه ازاي الناس بيتكلموا بالدين احنا تربينا ويدافعوا عن الدين يعملوا ده تربينا بالدين احنا تربينا بالدين معنى انا اللي شفته النهارده في التلفزيون في الدفن بتاع سلبيجي ده الدين الاسلامي دي الحضاره ده الرقي ده الاخلاق نعم. ده كله معاملات ده كله ده الدين الاسلامي نعم لكن مش الشكل بتاع الغنوشي وهو موجود في في قصر كرتاج ده شكل مش اسلامي انا عايز ارجع دلوقتي لا حكايه الجهاد السيدات اللي كانوا بعتوهم من النهضه ليروحوا سوريا يروحوا هنا يروحوا من تونس من تونس مش هقول من النهضه عشان ما يبعثوش بناتهم يبعثوا البنات زي ما بعثوا الاولاد معناها لا معلش انا اسف أيوة. النقطه دي مهمه ما يبعثوش ولادهم ولا بناتهم بالطبع ما يبعثوش ولادهم ولا بناتهم انت شايف الغنوشي هيبعث بنته؟ لا بنته عاطيها عاملينها توكيل مع تركيا احنا بنستورد كل حاجه من تركيا في كذا مكان اخر يعني بيعمل لها توكيل مع ايه؟ مع تركيا احنا نستورد كل حاجه من تركيا احنا السلاح بتاعنا مرميه احنا الصابه التونسيه اتحرقت السنه دي وصابه اكتر من كل سنه في القمح والشعير وكله بنت الغنوشي وبنت الغنوشي هي تستورد من تركيا ايوه من تركيا هي اللي واخده التوكيل الحصري استيراد من تركيا ايوه اخوان مع بعض يعني بالطبع والتوانسه حاجتهم بتترمي احنا دلوقتي ما عادش سمعت بالحرائق اللي صارت من فتره ما انا عشان كده انا في تواريخ عايزين نتكلم فيهم اتفضلي يا بنروح للاستاذ زياد كمان اتفضلي طب قولي كده بسرعه شوف 2014 تم